Welcome back. We're going to start the day with our usual daily Quran. We have the ever so amazing reciter Sayyid Jalal Masumi joining us. Assalamu alaikum, Sayyid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? Alhamdulillah, we are well, thank you. And you're reciting Surah Al-Insan verses 5 to 12. So please take it away. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم
بما صبروا جنة وحريرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.